رسول سبا أدوى أنا بدوائه جعل الله خير الناس خير الجزائر أجاوته أرير وجنة ودا قول كفر سبت جنة يا يا الله يا رحمن صل على وسلم يا أتانا بقرآن كريم المفصل يا كادو يا أتوسم من كل منزل وكان سيد بامن وطم بسيد وعزبك بسيدك تلا ومحمديا وبسيد الفاروق واسم بهنجدي صلاة وتسليم على قبر أحمدي صلاة وتسليم على قبر أحمد وقبر أبي بكر وقبر أبي أسيا يا الله يا رحمن صل على محمد يا الله يا رحمن صل على محمد يا الله يا رحمن صل على وسلم يا إنا توسلنا إلى الرحمن أجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم لو ترلنا اللهم أنت الكريم البر زين جواري على بدارك التي بيدي نقل آلاء السجاد لطفا بنا في كل حال وقال لا سيما من قبل نورا وعرفانا بفضلك إنا خيرا وأقوى ارزق لنا التقوى وجدنا مقبولة بما من حول لنا الطاعات برئ كل إلينا رب الجلال فاز الذين رزقتهم موتا على الحاج ابتلاما يا ذا الجلال فعاهنا وتوافنا فضلا عليه بشيخنا الجلال يسر منيتنا وثبتنا على توحيدك اللهم صل وسلم
الأكيان نقل لنا القليل إن مماتنا وصعابنا في القبر من الجانب لقل لنا القليل إن مماتنا وصعابنا في القبر من الجانب حول الطريق وضيقه وعذابه فضلا أجرنا من الجانب ارحم قبيلك يا رحيم فقد أردت بذنب فيك لا رب إلا أنت يتباه واجب من استجدى قد خاب من يرجو سواك وفى إليك الله يا مع الصلاة مع السلام ربي فوق إنا توصلنا إلى الله بما بلا ذنب